بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك بسيدنا محمد رسول الله المهاجري صلى الله عليه وسلم، وبسيدنا أبي بكر الصديق المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا عمر بن الخطاب المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا عثمان بن عفان المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا علي بن أبي طالب المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا طلحة بن عبيد الله المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا الزبير بن العوام المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا عبد الرحمن بن عوف المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا سعد بن أبي وقاص المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا سعيد بن زيد المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا أبي عبيدة بن الجراح المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا أبي بن كعب الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا الأرقم بن أبي الأرقم المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا أسعد بن يزيد الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا أنس بن معاذ الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا أنسة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا أنيس بن قتادة الأوسي رضي الله عنه، وبسيدنا أوس بن ثابت الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا أوس بن خولي الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا أوس بن الصامت الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا إياس بن البكير المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا بجير بن أبي بجير الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا بحاث بن ثعلبة الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا بسبسة بن عمرو الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا بشر بن البراء الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا بشير بن سعد الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا بلال بن رباح المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا تميم مولى خراش الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا تميم مولى بني غنم الأوسي رضي الله عنه، وبسيدنا تميم بن يعار الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا ثابت بن أقرم الأوسي رضي الله عنه، وبسيدنا ثابت بن ثعلبة الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا ثابت بن خالد الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا ثابت بن خنساء الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا ثابت بن عمرو الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا ثابت بن هزال الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا ثعلبة بن حاطب الأوسي رضي الله عنه، وبسيدنا ثعلبة بن عمرو الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا ثعلبة بن عنمة الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا ثقف بن عمرو المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا جابر بن خالد الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا جابر بن عبد الله الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا جابر بن عتيك الأوسي رضي الله عنه، وبسيدنا جبار بن صخر الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا جبير بن إياس الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا الحارث بن أنس الأوسي رضي الله عنه، وبسيدنا الحارث بن أوس الأوسي رضي الله عنه، وبسيدنا الحارث بن حاطب الأوسي رضي الله عنه، وبسيدنا الحارث بن خزمة الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا الحارث بن الصمة الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا الحارث بن عرفجة الأوسي رضي الله عنه، وبسيدنا الحارث بن النعمان الأوسي رضي الله عنه، وبسيدنا حارثة بن سراقة الشهيد الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا حارثة بن النعمان الخزرجي رضي الله عنه،
وبسيدنا حاطب بن أبي بلتعة المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا حاطب بن عمرو الأوسي رضي الله عنه، وبسيدنا حاطب بن عمرو المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا الحباب بن المنذر الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا حبيب بن أسود الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا حرام بن ملحان الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا حريث بن زيد الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا حسين بن الحارث المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا حمزة بن عبد المطلب المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا خارجة بن حمير الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا خارجة بن زيد الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا خالد بن بكير المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا خالد بن قيس الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا خباب بن الأرت المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا خباب مولى عتبة بن غزوان المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا خبيب بن إساف الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا خراش بن الصمة الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا خلاد بن رافع الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا خلاد بن سويد الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا خلاد بن عمرو الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا خليدة بن قيس الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا خليفة بن عدي الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا خليس بن حذافة المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا خوات بن جبير الأوسي رضي الله عنه، وبسيدنا خولي بن أبي خولي المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا ذكوان بن عبد قيس الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا ذي الشمالين عمير بن عبد عمرو الشهيد المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا رافع بن الحارث الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا رافع بن عنجدة الأوسي رضي الله عنه، وبسيدنا رافع بن المعلى الشهيد الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا رافع بن يزيد الأوسي رضي الله عنه، وبسيدنا ربعي بن رافع الأوسي رضي الله عنه، وبسيدنا ربيع بن إياس الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا ربيعة بن أكثم المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا رخيلة بن ثعلبة الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا رفاعة بن رافع الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا رفاعة بن عبد المنذر الأوسي رضي الله عنه، وبسيدنا رفاعة بن عمرو الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا زياد بن بشر الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا زياد بن لبيد الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا زيد بن أسلم الأوسي رضي الله عنه، وبسيدنا زيد بن حارثة المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا زيد بن الخطاب المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا زيد بن المزين الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا زيد بن وديعة الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا السائب بن عثمان المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا سالم مولى أبي حذيفة المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا سالم بن عمير الأوسي رضي الله عنه، وبسيدنا سبيع بن قيس الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا سراقة بن عمرو الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا سراقة بن كعب الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا سعد بن خولة المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا سعد بن خيثمة الأوسي رضي الله عنه، وبسيدنا سعد بن ربيع الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا سعد بن زيد الأوسي رضي الله عنه، وبسيدنا سعد بن سهيل الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا سعد بن عبيد الأوسي رضي الله عنه،
وبسيدنا سعد الكلبي مولى حاطب المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا سعد بن معاذ الأوسي رضي الله عنه، وبسيدنا سفيان بن بشر الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا سلمة بن أسلم الأوسي رضي الله عنه، وبسيدنا سلمة بن ثابت الأوسي رضي الله عنه، وبسيدنا سلمة بن سلامة الأوسي رضي الله عنه، وبسيدنا سليط بن قيس الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا سليم بن الحارث الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا سليم بن عمرو الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا سليم بن قيس الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا سليم بن ملحان الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا سماك بن سعد الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا سنان بن أبي سنان المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا سهل بن حنيف الأوسي رضي الله عنه، وبسيدنا سهل بن عتيك الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا سهل بن قيس الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا سهيل بن رافع الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا سهيل بن وهب المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا سواد بن زريق الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا سواد بن غزية الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا سويبط بن سعد المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا شجاع بن وهب المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا شماس بن عثمان المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا صبيح مولى أبي العاص المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا صفوان بن وهب الشهيد المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا صهيب بن سنان المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا الضحاك بن حارثة الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا الضحاك بن عبد عمرو الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا دمرة بن عمرو الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا الطفيل بن الحارث المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا الطفيل بن مالك الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا الطفيل بن النعمان الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا عائذ بن ماعص الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا عاصم بن ثابت الأوسي رضي الله عنه، وبسيدنا عاصم بن عدي الأوسي رضي الله عنه، وبسيدنا عاصم بن قيس الأوسي رضي الله عنه، وبسيدنا عاقل بن البكير الشهيد المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا عامر بن أمية الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا عامر بن البكير المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا عامر بن ربيعة المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا عامر بن سلمة الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا عامر بن العكير الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا عامر بن فهيرة المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا عامر بن مخلد الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا عبد ربه بن حق الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا عبد الله بن ثعلبة الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا عبد الله بن جبير الأوسي رضي الله عنه، وبسيدنا عبد الله بن جحش المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا عبد الله بن الجد الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا عبد الله بن حمير الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا عبد الله بن ربيع الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا عبد الله بن رواحة الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا عبد الله بن زيد الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا عبد الله بن سراقة المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا عبد الله بن سلمة الأوسي رضي الله عنه، وبسيدنا عبد الله بن سهل الأوسي رضي الله عنه، وبسيدنا عبد الله بن سهيل المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا عبد الله بن طارق الأوسي رضي الله عنه، وبسيدنا عبد الله بن عامر الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا عبد الله بن عبد الله بن أبي الخزرجي رضي الله عنه،
وبسيدنا عبد الله بن عبد مناف الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا عبد الله بن عبس الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا عبد الله بن عرفطة الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا عبد الله بن عمرو الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا عبد الله بن عمير الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا عبد الله بن قيس بن خالد الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا عبد الله بن قيس بن صخر الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا عبد الله بن كعب بن زيد الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا عبد الله بن كعب بن عمرو الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا عبد الله بن مخرمة المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا عبد الله بن مسعود المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا عبد الله بن مضعون المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا عبد الله بن النعمان الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا عباد بن بشر الأوسي رضي الله عنه، وبسيدنا عباد بن قيس بن عامر الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا عباد بن قيس بن عيشة الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا عبادة بن الخشخاش الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا عبادة بن الصامت الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا عبس بن عامر الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا عبيد بن أبي عبيد الأوسي رضي الله عنه، وبسيدنا عبيد بن أوس الأوسي رضي الله عنه، وبسيدنا عبيد بن التيهان الأوسي رضي الله عنه، وبسيدنا عبيد بن زيد الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا عبيدة بن الحارث الشهيد المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا عتبة بن ربيعة حليف الأوس رضي الله عنه، وبسيدنا عتبة بن عبد الله الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا عتبة بن غزوان المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا عثمان بن مضعون المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا عدي بن أبي الزغباء الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا عصيمة الأسدي الأوسي رضي الله عنه، وبسيدنا عصيمة الأشجعي الأوسي رضي الله عنه، وبسيدنا عطية بن نويرة الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا عقبة بن عامر الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا عقبة بن عثمان الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا عقبة بن وهب بن ربيعة المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا عقبة بن وهب بن كلدة الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا عكاشة بن محصن المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا عمارة بن حزم الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا عمرو بن أبي سرح المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا عمرو بن إياس الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا عمرو بن ثعلبة الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا عمرو بن الحارث المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا عمرو بن سراقة المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا عمرو بن طلق الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا عمرو بن معاذ الأوسي رضي الله عنه، وبسيدنا عمرو بن معبد الأزعر الأوسي رضي الله عنه، وبسيدنا عمار بن ياسر العنسي المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا عمير بن أبي وقاص الشهيد المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا عمير بن الحارث الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا عمير بن الحمام الشهيد الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا عمير بن عوف مولى سهيل المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا عنترة مولى سليم بن عمرو الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا عوف بن الحارث الأوسي رضي الله عنه، وبسيدنا عويم بن ساعدة الأوسي رضي الله عنه، وبسيدنا عياض بن زهير المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا الفاكه بن بشر الخزرجي رضي الله عنه،
وبسيدنا فروة بن عمرو الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا قتادة بن النعمان الأوسي رضي الله عنه، وبسيدنا قدامة بن مضعون المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا قطبة بن عامر الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا قيس بن أبي صعصعة الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا قيس بن محصن الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا قيس بن مخلد الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا كعب بن جماز الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا كعب بن زيد الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا مالك بن أبي خولي المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا مالك بن دخشم الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا مالك بن عمرو المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا مالك بن قدامة الأوسي رضي الله عنه، وبسيدنا مالك بن مسعود الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا مالك بن نميلة الأوسي رضي الله عنه، وبسيدنا مبشر بن عبد المنذر الشهيد الأوسي رضي الله عنه، وبسيدنا المجذر بن ذياد الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا محرز بن عامر الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا محرز بن نضلة المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا محمد بن مسلمة الأوسي رضي الله عنه، وبسيدنا مدلج بن عمرو المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا مرثد بن أبي مرثد المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا مصطح عوف بن أثاثة المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا مسعود بن أوس الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا مسعود بن خلدة الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا مسعود بن ربيعة المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا مسعود بن سعد الأوسي رضي الله عنه، وبسيدنا مسعود بن سعد الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا مصعب بن عمير المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا معاذ بن جبل الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا معاذ بن الحارث الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا معاذ بن عمرو الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا معاذ بن ماعص الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا معبد بن قيس الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا معتب بن عبيد الأوسي رضي الله عنه، وبسيدنا معتب بن عوف المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا معتب بن قشير الأوسي رضي الله عنه، وبسيدنا معقل بن المنذر الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا معمر بن الحارث المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا معن بن عدي الأوسي رضي الله عنه، وبسيدنا معوذ بن الحارث الشهيد الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا معوذ بن عمرو الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا مقداد بن عمرو المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا المنذر بن عمرو الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا المنذر بن قدامة الأوسي رضي الله عنه، وبسيدنا المنذر بن محمد الأوسي رضي الله عنه، وبسيدنا مهجع مولى عمر بن الخطاب الشهيد المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا نصر بن الحارث الأوسي رضي الله عنه، وبسيدنا النعمان بن سنان الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا النعمان بن عبد عمرو الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا النعمان بن عصر الأوسي رضي الله عنه، وبسيدنا النعمان بن مالك الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا نوفل بن عبد الله الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا هانئ أبي بردة بن نيار الأوسي رضي الله عنه، وبسيدنا واقد بن عبد الله المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا وديعة بن عمرو الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا ورقة بن إياس الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا وهب بن سعد المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا يزيد بن الحارث الشهيد الخزرجي رضي الله عنه،
وبسيدنا يزيد بن رقيش المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا يزيد بن المنذر الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا أبي أسيد مالك بن ربيعة الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا أبي الأعور بن الحارث الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا أبي أيوب خالد بن زيد الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا أبي حذيفة بن عتبة المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا أبي الحمراء مولى الحارث بن رفاعة الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا أبي حميضة معبد بن عباد الأوسي رضي الله عنه، وبسيدنا أبي حنة مالك بن عمرو الأوسي رضي الله عنه، وبسيدنا أبي خارجة عمرو بن قيس الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا أبي خالد الحارث بن قيس الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا أبي خزيمة بن أوس الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا أبي داود عمير بن عامر الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا أبي دجانة سماك بن خرشة الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا أبي زيد قيس بن السكن الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا أبي سبرة ابن أبي رهم المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا أبي سلامة بن عبد الأسد المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا أبي سليط أسيرة بن عمرو الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا أبي سنان بن صيفي الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا أبي سنان وهب بن محصن المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا أبي شيخ بن أبي بن ثابت الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا أبي ضياح النعمان بن ثابت الأوسي رضي الله عنه، وبسيدنا أبي طلحة زيد بن سهل الأوسي رضي الله عنه، وبسيدنا أبي عبادة سعد بن عثمان الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا أبي عبس عبد الرحمن بن جبر الأوسي رضي الله عنه، وبسيدنا أبي عقيل عبد الرحمن بن عبد الله الأوسي رضي الله عنه، وبسيدنا أبي كبشة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا أبي لبابة بشير بن عبد المنذر الأوسي رضي الله عنه، وبسيدنا أبي مخشي سويد الطائي المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا أبي مرثد كناز بن حسين المهاجري رضي الله عنه، وبسيدنا أبي مليل بن الأزعر بن زيد الأوسي رضي الله عنه، وبسيدنا أبي المنذر يزيد بن عامر الخزرجي رضي الله عنه، وبسيدنا أبي الهيثم مالك بن التيهان الأوسي رضي الله عنه، وبسيدنا أبي اليسر كعب بن عمرو الخزرجي رضي الله عنه، أن تجعلني في حماك الذي لا يرام، وجوارك الذي لا يخفر ولا يضام، ووقايتك الكافية التي لا تدرك، وسترك الضافي الذي لا يهتك، وحصنك الشامخ المنيع، وودائعك المصونة التي لا تضيع، وأن تضرب علي سرادقات حفظك وعنايتك، وترديني بكنفك وكلاءتك ورعايتك، وأن تحبس عني شر الأشرار، وتحجبني بنور عظمتك من الظلمة والفجار، وأن تعقد عني كل لسان ناطق بشر، وترد عني كل سهم رام بضر، وأن تعمي كل بصر إلي بالحسد رامق، وكل قلب لي بالعداوة خافق، وأن تقهر من يريد قهري قهرا يمنعه الراحة والقرار، ويضيق عليه فسيح الأرض وواسع الأقطار، وأن تخرج كل موذ لي عن دائرة الحلم واللطف والمهل،
وتغل أيدي أعدائي وتربط على قلوبهم ولا تبلغهم الأمل، وأن تكفيني كل باغ وشامت، وتكون لي عوضا عن كل هالك وفائت، وأن تعصمني من شرور الفتن والأنكاد والمحن، وتنقي قلبي من الحسد والأحقاد والإحن، وأن تذهب من السوء ما خلفي وأمامي، وتبلغني في الدارين أقصى مرامي، وأن تحفني بألطافك الخفية في قواصر الأقضية ونوازل الأقدار، وتصحبني بمعيتك الخفية في سائر التقلبات والأطوار، في ليلي ونهاري، وضعني وأسفاري، ونومي وقراري، وعلانيتي وإسراري. اللهم وأسألك بهم أن تجود علي بعفوك الشامل لكل جان وعقوق، وبرك المتناول كل بر وفاجر، ولا حق عليك لمخلوق، وأن تغنيني عمن سواك، وتمد عيشي مدا، وتمهد لي في قلوب عبادك المؤمنين ودا، وأن تقضي عني الحقوق والدين، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأن تغفر لي ذنبي، وتطيب لي كسبي، وأن تقيل عثراتي، وتتقبل أعمالي وحسناتي، وأن تخرجني وذريتي وجميع المؤمنين والمؤمنات من الظلمات إلى النور، وتحول بيني وبين المعاصي بأعظم جنة وأحصن سور، وأن تجعل الإسلام منتهى رضاي، وتحييني حياة طيبة معافا في ديني ودنياي، لا آيسا من فضلك ورحمتك، ولا مقنطا من عفوك ورأفتك، وأن تصرف عني ما يمازج كليتي من الظلم والأغيار، وتجبر قلبي الكثير بالظفر والانتصار، وأن ترزقني الإنابة وحسن اليقين، وتريني الدنيا كما أريتها عبادك الصالحين، وأن توصل بفضلك حبل انقطاعي، وتطيل بطولك قصر باعي، وتزيل خوض طباعي، وأن توقظ مني فواتر الهمم، وترسل في خشيتك من عبراتي سوافح الديم، وأن تبيح لي جليل المطالب، وتحسن لي الخواتم والعواقب، آمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام البررة أجمعين، وسلم.